Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. من البيا للبيا. فلسطين عربية. بالروح بالدم نبقيك يا فلسطين. التي لن تستطيع أن تمحو عظمة هذا اليوم، قمة الخونة الذين أخروا اجتماعهم لمدة 35 يوما على بدءه حتى ينهي الصهيوني مهمته بالقضاء على حماس واجتثاث الإرهاب كما يسمونها بكل وقاحة. وأضاف هؤلاء: يجتمعون من أجل فلسطين، فهم كذابون ومنافقون، أنتم صهاينة ولبستم الثوب العربي وأسماء المسلمين ولا تمتون إليهم بصلة. وقال: لستم أولاء أمر كما زعم الزاعمون، وأن إمام الحرم المكي وولي الأمر المزعوم الكاذب موجها رسالته للشيخ عبد الرحمن السديسي الإمام المزعوم للحرم المكي قائلا له: إياك أن تظن أن حفظك للقرآن الكريم ينجيك بعدما اعتبرت الذي يحصل في فلسطين فتنة. وأشار إلى أن ولي الأمر هو من يقودنا إلى الجهاد والوحدة وليس إلى التصهين والتأسرل. وأكد أن محمد ضيف قائد وأبو عبيدة الناطق باسمنا وأبو حمزة كذلك، ولفت إلى أن السيد حسن نصر الله أمر بالقتال أو أحجم أجل الهجوم أم استعجله، فهو صادق مخلص وفي يعلم ماذا يفعل. أبو عبيدة: بإمكاننا الإفراج عن 50 رهينة مقابل هدنة مدتها 5 أيام. أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أن الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزي في غزة، وأخبرنا الوسطاء بأن بإمكاننا هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50. وقال أبو عبيدة في بيان: الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن العدو يماطل. وأضاف: أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية. وتابع: الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها. أبو عبيدة: أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على المقاومة محاولة للهروب من الهزيمة المدوية. قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مجاهدين يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته.